استاذ بالله عبد الكريم، المدير التنفيذي للمهرجان. هذا المهرجان الجامعي الدولي للسينما والاداب باكادير هو ثمره مجهودات جماعيه لفريق حاول ان يجد خلاصا ولو خلاصا نسبيا لعزوف طلبتنا وشبابنا عن القراءه. ولاحظنا ايضا انه حتى الشباب المهتم بالسينما او العامل في الحقل السينمائي لا يقرا كثيرا ولا يقتبس من الاداب ومن الاعمال الادبيه ومن ما يمكنه ان يغني عمله السينمائي. من هنا جاءت الفكره، بما اننا مسؤول على اجازه مهنيه حول السينما والسمع البصري ومختص في السينما، فقلت لا يمكننا ان نظل هكذا نبكي على ما يحصل في المغرب في بلدنا، فحاولت ان اجد هذا التصور. هذا المهرجان إذن هو مفتوح لجميع الطلبة المغاربة وجميع الطلبة في جميع المعاهد العالمية الذين أنتجوا أفلاما قصيرة مستوحاة من الآداب. هذا هو الموضوع الأساسي لمهرجاننا، والجامعة هي في خدمة الثقافة السينمائية. ومن هنا لاحظنا بان في البدايه كان هناك بعض الترددات عند بعض الاخوان، اخذوا يعاتبوننا على الاختيار، لن تجدوا افلاما قصيره كثيره في الموضوع، ولكن الحمد لله بالمثابره بالجهد بالبحث المضني ووجدنا افلاما. السنه الماضيه وجدنا افلاما شاركوا معنا 21 فيلم من 19 دوله ومنها المغرب. هذه السنه كانت واحد الطفره نوعيه كبيره، لانه هذه السنه هذه معنا 31 فيلم من 27 دوله، وكلهم الدول هادو الطلبه ديالهم جايين من معاهد ديال السينما في اوروبا وامريكا ونيوزيلندا، امريكا اللاتينيه وافريقيا، وطبعا المغرب الذي يشارك ب 4 افلام. من الناحيه الاكاديميه، يعني نحن قبل ان نكون مهتمين بالسينما، قبل ان نكون مولوعين بالسينما، نحن اكاديميين، نحن جامعيين، نحن ابناء جامعتنا الوطنيه المغربيه. بالنسبه لهذا الشق، المهرجان خصص هذه السنه 5 ماسترات كلاس لوجوه سينمائيه اكاديميه معروفه على الصعيد العربي الافريقي العالمي. فكانت هناك مداخلات من فرنسا، من بلجيكا، من ايطاليا، من المغرب، وكما حاولنا ان تكون لجنه التحكيم، لجنه التحكيم التي ستعطي جوائزها هذا المساء. لجنه التحكيم حافظنا على نفس المنوال، على العالميه والجامعيه والاكاديميه. فالاخوان اللي معنا جايين عندنا من ايطاليا، من بلجيكا، من المغرب، من فرنسا، ومعنا اخوات، لانه حاولنا ايضا ان نتيح الفرصه لاخواتنا المهتمات بالشق السينمائي. فمعنا الاخت هليله، الاخت بقى، الاخت بن كيران. اذا هذا التنوع الجنسي والتنوع الاكاديمي والتنوع العالمي اعطى لمهرجاننا قيمه حسب المتتبعين، لان هاد الناس هادو عندما ياتون الى المغرب ياتون للتعرف على المغاربه، وهنا المغاربه حافظوا على تقليدهم في التسامح وفي حب المعرفه وفي حب النقاش، ونحن كغيورين على هذا الوطن الحبيب.
لا يمكننا إلا أن نسعد بوجود هذه الوجوه الكبيرة ضمن شبابنا في هذه المدينة العزيزة والجميلة على قلوبنا وهي محمد مدينة بكريم أكادير. المدير الفني لمهرجان الدولي للسينما والتاريخ بيتارو دانت، تنعقد هذه الأيام الدورة الثانية لمهرجان الدولي الجامعي للسينما والأدب، وأن تنعقد الدورة الثانية هذا مؤشر بأن الاختيار ديال البدايات كان صحيح، وهو أن ربط الجامعة بالسينما، وهذا اختيار كان ثابت عند جامعة بن زهر، ولكن ربط السينما بالإنتاج الأدبي، وهذا كيظهر لي اختيار يمكن اعتبروه سابقة اكسكلوزيف كما نقول بالفرنسية، لأنه كاين إحدى نقط النقاش الحاد في السينما المغربية، وهو غياب العلاقة ما بين السينمائيين ومنتجي الرواية ومنتجي القصص. وكتظهر البادرة ديال كلية الأدب بأكادير أن تشجع طلبة ديال السينما على الاقتباس من الانتاجات الادبيه، اختيار صعيب ويبشر بالخير، لانه الان كنعرفوا بانه اللغه ديال العصر هي لغه الصوره، ولكن ما نساوش بان المشروعيه الفنيه والمشروعيه الفكريه والمشروعيه الثقافيه تاتي من الاعتماد على انتاجات رصينه مثل الروايه والقصه. وكظهر لي النتائج ديال مشاهده الافلام المعروضه تسير في هذا الاتجاه، خاصة أنها أفلام جاءت من مختلف بقاع العالم، القارات يمكن أن ندوم القارات الهامة في هذا المجال، وإلى جانب هذه المسألة ديال الربط بين السينما والإنتاج الأدبي، كان أيضا أن الشباب ديال أكادير والشباب اللي كيدرس في جامعة بن زهر كيحتك بتجارب أخرى قديمة من مختلف العالم، وهذه من الحسنات التي نسجلها منذ البداية لهذه التظاهرة. أنا أحمد الجسمي، مختص في جمالية الأدب والسينما من الجامعة التونسية. كنت ضيفا على المهرجان للإشراف على أو لتقديم محاضرة حول جمالية الأدب والسينما وخصائص اللغة في كليهما. كان اللقاء بالنسبة إلي فرصة متجددة لأتواصل مع الأخوة المغاربة من مختصين ونقاد وسينمائيين، والجديد في هذه المرة هو أنني كنت على تواصل مع الطلبة، والحقيقة اللقاء كان على غاية من الحيوية ومن الأهمية، أبهجني كثيرا، أبهجتني حيوية الساحة الثقافية والمشهد الثقافي المغربي، أبهجني هذا التفاعل بين الكتاب والمخرجين والتقنيين والطلبة، والكل يناقش العلاقة بين الأدب والسينما ووجوه التأويل في هذا ووجوه التأويل في ذاك وكيفية ارتحال النص من الأدب إلى السينما. فتقريبا هذا هو الموضوع الذي دارت عليه المحاضرة، وبعد إذن تفرعت إلى مشاغل قريبة منها بحسب تدخل الطلبة والحاضرين.